بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا مع الأوبجكت أورينتد، لكن بنتناول مفهوم اسمه نستد كلاس. نستد كلاس يعني كلاس جوه كلاس. هل ينفع نعمل كلاس جوه كلاس؟ اه. الكلاس الداخلي دوت بيبقى كل العناصر اللي جواه استاتيك. يعني ايه استاتيك؟ يعني بوصل لها من غير ما اعمل اوبجكت من الكلاس الداخلي. لا، ده انا بكتب اسم الكلاس الرئيسي دوت اسم الكلاس الداخلي دوت، واوصل لبقى للممبرز الداخلين للكلاس الداخلي، سواء كانت فانكشنز او بروبرتيز. تعال نعمل مثال ونشوف الكلام دوت. هعمل اكزامبل. هبدا الاول اعمل كلاس. الكلاس دوت مثلا هسميه بيشنت، المريض. والمريض ده بيبقى ليه حاجه اسمها الملف المرضي بتاعه، او اللي هو البيشنت بروفايل، او ريكورد، او ميديكال ريكورد، يعني اللي هي كل ما بيجي عندنا بنسجل له كل حالاته والكلام ده كله. فالبيشنت ده كده الاوتر كلاس، والكلاس الداخلي اللي هو الميديكال ريكورد ده بنسميه نستد كلاس. نستد كلاس كل العناصر الداخليه فيه، سواء كانت اي فانكشنز، اي بروبرتيز، اي فاريبلز، اي حاجه انت عاملها بتبقى بنقدر نوصلها بشكل مباشر. يعني مش محتاج اعمل مثلا اعرف فاريبل اسمه بي وده بيساوي بيشنت وابدا اشتغل منه، لا، او ام وبيساوي ميديكال ريكورد واشتغل منه، لا. انا قادر على طول اقول بيشنت اسم الكلاس دوت ميديكال ريكورد، واعمل منه انيشاليزيشن على طول دوت، واقوم داخل على اسم الفانكشن او اسم الايه او اسم الـ او اسم البروبرتي او غيره. ودي معناها، دي كده معنى كلمه الاستاتيك، دي معنى كلمه الايه الاستاتيك. طيب، ان انا بشتغل بوصل لها من غير اوبجكت. عملت فاريبل سميته بريسكريبشن، الفاريبل يعني الروشيتا يعني، وده نوع سترنج، وسبتها دلوقتي مفتوحه عشان بحط فيها اللي انا عايزه. وعملت فانكشن اسمها جيت بيشنت اي دي. جيت بيشنت اي دي بتريتريف ليا البيشنت اي دي. احنا محتاجين كده يبقى عندنا رقم البيشنت. انا طبعا عشان اقدر اوصل للعناصر بتاعه الكلاس اللي بره، اللي هو البيرنت اللي بره ده او الاوتر ده، في عندي مشكله، لازم اعرف اوبجكت عادي واوصل عادي، لكن ما اقدرش اوصل اكنه متغير، اكنه كلاس جوه كلاس بشكل عادي، لا. يعني انا هعرف جوه الكلاس الرئيسي دلوقتي بيشنت اي دي. الفاريبل اللي اسمه بيشنت اي دي احط فيه اي رقم اي حاجه. البيشنت اي دي مثلا اللي هو 3 وحيد ده، انا ما اقدرش اوصل له من جوه الميديكال ريكورد مباشره، لا. اما جيت احتجت اجيب بس البيشنت اي دي اللي جوه البيشنت الرئيسي، اضطريت اعمل فانكشن اسمها جيت بيشنت اي دي، وعرفت جواها اوبجكت سميته بات بيساوي بيشنت، ومنه بريترن مين البيشنت اي دي اللي موجود فوق. طيب، لما اعرف الفانكشن بتاعت المين، خد بالك برضو البيشنت اي دي هنا دلوقتي انا عرفت اوبجكت جديد من البيشنت، فلسه جديد، فطبعا بريتريف البيشنت ايه البيشنت اي دي بتاعه اللي هو لسه جديد. اما جوه المين عرفت فاريبل اسمه بات 1 عادي جدا، لان انا هقدر اعرف اوبجكت من الكلاس الرئيسي. الاوتر ما عنديش فيه مشكله، كلاس زي اي كلاس. فقلت له البات 1 ده دوت بيشنت اي دي بيساوي 4 3 كده، غيرت الاي دي اللي هو بيشنت اي دي، ما عنديش مشكله. طب انا بس هزود جوه جيت بيشنت اي دي ان انا هحط البيشنت اي دي 2 2 2. ليه عملت كده؟ عشان لما اعمل انادي على الفانكشن اسمها جيت بيشنت اي دي هيشتغل ويعمل اوبجكت من البيشنت، ويخلي الايه الرقم بدل ما كان 3 وحايد هيبقى اتنينات، وبعدين هيطلع لك ايه الرقم اللي هو اتنينات. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بقول لك بقى بيشنت. بص، عشان اكسس بقى الفانكشنز اللي جوه النستد كلاس، عملت ايه؟ قلت بيشنت دوت ميديكال ريكورد، وفتحت القوسين بتوع الانيشاليزيشن او بتوع الكونستراكتور، ودوت بريسكريبشن، كده وصلت للايه للبروبرتي، واكتب جوه اللي انا عايزه. طب عايز اوصل للفانكشن جيت بيشنت دوت ميديكال ريكورد، وافتح الايه الفاريبل بتاعي، واسف الكونستراكتور بتاعي دوت جيت بيشنت اي دي. وطبعا عملته في برنت لاين عشان يوريك الايه، لما اجي اشغل دلوقتي واشوف النتيجه المفروض يطبع لي 2 2 2، لانه عمل اوبجكت جديد من البيشنت وحطه جوه البيشنت اي دي 4 3 2ات، وهيطبعها لي على طول. فلما اجي اعمل رن بالشكل دوت، طلع لي ادي النتيجه بتاعتي ايه 3 2ات زي ما احنا شايفين. دي كانت فكره النست كلاس والاوتر كلاس.